بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلبة الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة بنتكلم في الدرس الثالث في حساب المثلثات، حل المعادلات المثلثية. في الدرس اللي فات قلنا المتطابقة علاقة ثابتة ودايما صحيحة، بمعنى لو قلنا جا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا بتساوي واحد، ومن هنا ايا كانت قيمة سيتا برضو النتيجة بتساوي واحد. جا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا بتساوي واحد، دي بنقول عليها متطابقة. بالنسبة لجا 90 ناقص سيتا بتساوي جتا سيتا، برضو دي متطابقة، معناها برضو قلنا مهما كانت قيمة سيتا فبرضو هذه العلاقة صحيحة، ومن هنا بنقول عليها متطابقة. اما المعادلة عندي هي علاقة احيانا صحيحة، بمعنى ان جا سيتا بيساوي جتا سيتا، هذه العلاقة علاقة صحيحة لما تكون سيتا بتساوي 45 درجة، لان جا 45 بتساوي جتا 45. لكن اذا كان 30 يبقى هنا جا 30 لا تساوي جتا 30، ومن هنا بنقول دي معادلة. يبقى احنا قلنا بالنسبة للمتطابقة علاقة ثابتة دايما صحيحة، يبقى جتا تربيع سيتا زائد جتا تربيع سيتا بتساوي واحد، دي متطابقة. عندي هنا بالنسبة لجا سيتا بتساوي جتا سيتا، دي معادلة، معادلة لأنها أحيانا صحيحة وأحيانا غير صحيحة. صحيحة لما تكون سيتا بتساوي 45 درجة، وغير صحيحة لما تساوي أي درجة أخرى. عندي هنا كنا خدنا في دايرة الوحدة، عندي تقاطع دايرة الوحدة مع محوري الإحداثيات السين والصاد. هنا بنقول بالنسبة للنقطة اللي هي الزاوية صفر، عندي الجتا بتساوي واحد والجا بتساوي صفر. بالنسبة عندي هنا للتسعين الجتا بتساوي صفر والجا بتساوي واحد. بالنسبة للزاوية 180 الجتا سالب واحد والجا بتساوي صفر. بالنسبة للزاوية 270 الجتا بتساوي صفر والجا بتساوي سالب واحد. عندي هنا بنقول لو احنا جينا وركزنا بالنسبة للجا سيتا، اصغر جا سيتا سالب واحد، اكبر جا سيتا بواحد، يبقى الجا سيتا بتنحصر ما بين سالب واحد وموجب واحد. برضه عندي نفس النظام، جتا سيتا بتنحصر ما بين سالب واحد وما بين موجب واحد. عندي هنا بنقول ان جا سيتا بتساوي الف وجتا سيتا بتساوي الف. اذا كانت الف او القيمة اللي سيتا بتساويها لا تنتمي للفترة من سالب واحد الى موجب واحد، يبقى ليس لها حل. يبقى عشان يكون جا سيتا بتساوي رقم معين لا حل، معناها ان هذا الرقم ينحصر ما بين او ينتمي للفترة من سالب واحد الى موجب واحد. لو قلنا هنا جا سيتا بتساوي اتنين على سبيل المثال، ليس لها حل. جتا سيتا بتساوي سالب ستة، برضو ليس لها حل. عندي هنا قال لك بفرض ان قا سيتا بتساوي خمسة من عشر، يعني بتساوي نص، برضو هنا ليس لها حل. طب احنا جينا بنقول ان قيمة الف تنحصر ما بين سالب واحد وموجب واحد. عندي هنا القا بتساوي نص، يعني تنحصر في هذه الفترة، بس احنا بنركز بنقول ان انا عندي دي قا، انا بتكلم على اذا كانت جا سيتا او جتا سيتا تنحصر في الفترة من سالب واحد الى موجب واحد. اما القا هنقول هي عكس الجتا، ما احنا كنا قلنا قبل كده ان الجتا سيتا بتساوي واحد على قا. لو جينا نشيل القا ونحط النص يبقى واحد على نص يساوي اتنين. اذا هنا الجتا لا تنتمي للفترة اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي سالب واحد وموجب واحد، ومن هنا بنقول ان قا سيتا بتساوي نص ليس لها حل. ملحوظة، بنقول ان احنا ليس لكل المعادلات المثلثية حلول حقيقية. عندي هنا بنقول تمرين، اوجد الحل العام للمعادلة 2 جا سيتا ناقص جذر 2 بتساوي صفر. عندي هنا عشان اجيب الحل العام للمعادلة ديت هنعمل نطلع جذر 2 بره المعادلة، يبقى 2 جا سيتا بتساوي جذر 2. هنقسم طرفين المعادلة
هنقسم طرفين المعادلة دي على الاتنين، يبقى جا سيتا بتساوي جذر اتنين على الاتنين، هنختصرهم مع بعض تديني واحد على جذر اتنين. نمرة واحد، لو جينا بصينا للإشارة إن جا سيتا هنا موجبة، الجا موجبة في الربع الأول موجبة في الربع التاني. لو كان سيتا في الربع الأول يبقى هنا سيتا هتساوي 45، لأن جا 45 هي اللي بتساوي واحد على جذر اتنين. لو كانت سيتا تقع في الربع التاني يبقى عندي سيتا بتساوي 180 ناقص 45 هتديني 135. يبقى إذا كانت في الربع الأول هتساوي 45، إذا كانت في الربع التاني يبقى هتساوي 135. كنا احنا درسنا قبل كده درس الزوايا المتكافئة، وكنا بنقول زاوية 45 بتكافئ زاوية 45 زائد نون في 360 درجة. النون 360 درجة معناها أي مجموعة من اللفات. برضو نفس النظام، 135 درجة بتساوي 135 زائد نون في 360، مهما كان عدد الدوران حول الدايرة يبقى نون في 360. عندي لو جينا على الزاوية 45 وحولناها إلى التقدير الدائري، 45 في باي على 180، 45 على 45 فال 1، 180 على 45 فال 4، يبقى 45 درجة بتساوي باي على 4. من هنا بنقول احنا عندنا بنقول 45 درجة بتساوي 45 درجة زائد نون في 360. لما نيجي نجيبها بالتقدير الدائري، احنا قلنا هنا طلعنا في التحويل 45 درجة الى القياس الدائري الى باي على الاربعة، يبقى 45 درجة بتكافئ اللي هي باي على الاربعة او بتساوي باي على الاربعة. يبقى 45 بتساوي باي على الاربعة زائد 2 نون باي، يبقى الزاوية 45 بتكافئ باي على الاربعة زائد 2 نون في باي. طب انا عندي هنا نزلنا النون وال 360 هتساوي 2 باي، لان الباي بتساوي 180 درجة. عندي بالمثل زاوية 135 درجة تكافئ زاوية 135 درجة زائد نون في 360 درجة. بننزل ال 135، لو احنا جينا دلوقتي حبينا نحول، لو حبينا نحول الزاوية 135 للتقدير الدائري، بنضرب ال 135 في باي على 180 بتديني، عندي هنا على ال 45 هتبقى فيها 3، على ال 45 فيها ال 4، يبقى ال 135 درجة ده التقدير الستيني بتساوي 3 باي على 4 بالتقدير الدائري. عندي هنا لو جينا ال 135 هتساوي 3 باي على 4، هنا بنقول يبقى الزاوية 135 تكافئ الزاوية 3 باي على 4 زائد 2 نون في باي، لأن نون اللي هي عندنا موجودة دي و 360 بتساوي 2 باي. يبقى عندي هنا الحل العام، احنا قلنا الزاوية 45 بتكافئ الزاوية اللي هي باي على 4 زائد 2 نون باي، وبرضو بتكافئ اللي هي الزاوية 135، ال 135 اللي هي بتكافئ 3 باي على 4 زائد 2 نون باي. من هنا بنقول الحل العام ان سيتا بتساوي باي على 4 زائد 2 نون باي، او 3 باي على 4 زائد 2 نون باي، او بنكتب بنقول برضو ان الحل العام بيساوي باي على 4 او 3 باي على 4 زائد 2 نون باي. عندي تمرين بيقول لي اوجد الحل العام س تنتمي للفترة من 0 الى 2 باي. 2 باي اللي هي 360 درجة، 2 جتا تربيع س زائد 11 جا باي على 2 ناقص س ناقص 6 بتساوي 0. يبقى عندي التمرين بيقول لي اوجد الحل العام للزاوية س
حيث سين تنتمي للفترة من 0 ل 2 باي. 2 جتا تربيع سين زائد 11 جا باي على 2 ناقص سين ناقص 6 بتساوي 0. عندي هنا بننزل المعادلة زي ما هي، 2 جتا تربيع سين زائد 11 جا باي على 2 ناقص سين ناقص 6 بتساوي 0. عندي الجزئية اللي هي جا باي على 2 ناقص سين، بنكتبها لوحدها. بنيجي عندنا بنفتكر بنقول ان باي على 2، باي اللي هي 180، 180 على الاتنين فات 90، يبقى جا باي على 2 ناقص سين هتساوي جا 90 ناقص سين. كان في عندنا درس الزوايا المنتسبة، لو احنا فاكرينه كنا بنقول ان جا 90 ناقص سين بتساوي جتا سين، لان احنا كنا بنقول ان الزاوية 90 والزاوية 270 بتقلب، الجا بتبقى جتا والجتا بتبقى جا. بالنسبة للزاوية 180، لو كانت جا 180 ناقص سين تبقى جا سين. ليه؟ لان قلنا 180 ما بتقلبش. عشان نراجع هذه الجزئية بالتفصيل بنرجع للدرس بتاع الزوايا المنتسبة. يبقى عندي جا 90 ناقص سين بتساوي جتا سين. هننزل المعادلة تاني. انا عندي المعادلة كانت بتقول 2 جتا تربيع سين زائد 11 جا باي على 2 ناقص سين ناقص 6 بتساوي 0. 2 جتا تربيع سين هننزلها زي ما هي، ال 11 هننزلها زي ما هي. احنا قلنا جا باي على 2 ناقص سين هي بتساوي جتا سين، يبقى انا عندي ال 11 جا باي على 2 ناقص سين هتبقى 11 جتا سين. هننزل سالب 6، يبقى انا عندي المعادلة 2 جتا تربيع سين زائد 11 جتا سين ناقص 6 بتساوي 0. لو ركزنا في هذه المعادلة هنلاقيها تقبل التحليل. هتتحلل معايا جتا سين زائد 6 في 2 جتا سين ناقص 1، ده كله بيساوي 0. عندي لو جينا هنا الحل العام للمعادلة اللي هي جتا سين زائد 6 هتساوي 0 مرفوض، لأن لو قلنا جتا سين زائد 6 هنساويها بالصفر، ومنها هنطلع الستة بره، يبقى جتا سين بتساوي سالب 6. احنا قلنا قبل كده ان جتا سيتا او جتا سين بتساوي الف او اي رقم، هذا الرقم لابد ان ينتمي للفترة سالب 1 وموجب 1. ومن هنا بنقول جتا سين بتساوي سالب 6، ده حل مرفوض. هنيجي على الجزء الثاني من التحليل اللي هو 2 جتا سين ناقص 1، وهنسويها بالصفر. يبقى 2 جتا سين ناقص 1 بتساوي 0، هنطلع الواحد بره يبقى 2 جتا سين بتساوي 1. هنقسم طرفين المعادله على الاثنين، يبقى جتا سين بتساوي نص. جتا سين بتساوي نص، اذا سين بتساوي 60 درجه. عندي هنا جتا سين موجبه في الربع الاول والربع الرابع. لو جينا هنا لدايرة الوحدة بنقول الجتا موجبة في الربع الاول والجتا موجبة في الربع الرابع. اذا كانت في الربع الاول يبقى سين بتساوي 60 درجة. منين عرفت 60 درجة؟ ما احنا قلنا جتا سين بتساوي نص، بالآلة الحاسبة شيفت وكوساين هتديني 60 درجة. يبقى انا عندي هنا في الربع الاول، لو في الربع الاول هتساوي 60 درجة، لو في الربع الرابع 360 ناقص 60 تديني 300. عندي في الربع الاول لو انا حبيت احول، هنحول الزاوية 60 درجة الى القياس الدائري، بنضرب 60 درجة في باي على 180 على 60 في الواحد على 60 في الثلاثة، يبقى انا عندي الزاوية اللي هي 60 درجة تساوي باي على 3 بالتقدير الدائري. لو كانت الزاوية في الربع الرابع يبقى 300 درجة هنضربها بباي على 180 على 60 في 3، 300 على 60 في 5، يبقى 300 درجة تساوي 5 باي على 3 بالتقدير الدائري. يبقى أنا عندي هنا الحل العام. هنجيب الحل العام منين؟ ما احنا قلنا الزاوية 60 درجة اللي هي تساوي باي على 3 بالتقدير الدائري، والزاوية اللي هي 300 درجة بتساوي 5 باي على 3. يبقى هنا سيتا بتساوي باي على 3 او 5 باي على 3 زائد 2 نون في باي، او
بنحلها برضو بنكتب ان سيتا بتساوي باي على التلاتة زائد اتنين نون باي بتساوي خمسة باي على التلاتة زائد اتنين نون باي. عند تمرين بيقول لي اوجد الحل العام للمعادلة. اتنين جا سين جتا سين زائد اتنين جا سين ناقص جتا سين ناقص واحد بتساوي صفر. جتا سين ناقص واحد هنطلعها برة علامة تساوي. يبقى انا عندي دلوقتي اتنين جا سين هنزلها جتا سين زائد اتنين جا سين هنسيبها زي ما هي، وهنا سالب جتا سين سالب واحد هنطلعها برة ونقلب الاشارات. اصبح عندي اتنين جا سين جتا سين زائد اتنين جا سين بتساوي جتا سين زائد واحد. لو جينا وركزنا في المعادلة ديت هنلاقي هنا في الطرف اليمين اتنين جا سين وفي هنا جا سي اتنين جا سي، هناخدها برة عامل مشترك. يبقى اتنين جا سين عامل مشترك في اتنين جا سين جتا سين، خدنا الاتنين جا سين اتبقى لي جتا سين، هنا اتنين جا سين خدناها برة اتبقى لي هنا واحد. اصبح الشكل الجديد للمعادلة اتنين جا سين افتح قوس جتا سين زائد واحد ده كله بيساوي جتا سين زائد واحد. عندي جتا سين زائد واحد دي القوس ده بيساوي هنا جتا سين زائد واحد، نشيلهم مع بعض نختصرهم مع بعض، هيتبقى لي في الطرف اليمين اتنين جا سين في الطرف الشمال يتبقى لي الواحد. هنقسم طرفين المعادلة دي على الاتنين عشان يديني جا سين. جا سين هنا بتساوي نص، جا سين هنا بتساوي نص بتساوي هيديني 30 درجة بالآلة الحاسبة. في الربع التاني هتساوي المية وتمانين ناقص 30، يبقى اذا كانت في الربع الاول يبقى بتلاتين درجة، اذا كانت في الربع التاني لان احنا عندنا الجا موجبة في الربع الاول موجبة في الربع التاني. يبقى اذا كانت جا سين بتساوي نص في الربع الاول يبقى الزاوية هنا 30 درجة، اذا كانت في الربع التاني يبقى المية وتمانين ناقص 30 تديني 150 درجة. بنحول التلاتين درجة الى القياس الدائري، يبقى ال 30 درجة ده القياس الستيني بنحولها إلى القياس الدائري. عندي ال 30 في باي على 180 على ال 30 في الواحد على ال 30 في الست. عندي ال 150 درجة بتساوي 150 في باي على 180 عشان أحولها للتقدير الدائري، يبقى بنقسم 150 على ال 30 في الخمسة 180 على ال 30 في الست. يبقى عندي الباي 30 درجة بتساوي باي على 6 بالتقدير الدائري، ال 150 درجة بتساوي 5 باي على 6 بالتقدير الدائري. يبقى أنا عندي الحل العام إن سين أو سيتا بتساوي باي على 6، باي على 6 اللي هي ال 30 درجة، وبنزود لها 2 نون باي اللي هي 2 في نون في باي ال 180 بتساوي 5 باي على 6 اللي هي ال 150 درجة بالتقدير الدائري بتساوي 5 باي على 6. يبقى أنا عندي الحل العام سين أو سيتا بتساوي باي على 6 زائد 2 نون في باي بتساوي 5 باي على 6 اللي هي ال 150 درجة زائد 2 نون باي. لغاية هنا نكون وصلنا بفضل الله لنهاية الدرس الثالث من حساب المثلثات اللي هو حل المعادلات المثلثية. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.